Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Les élèves de Tronc commun les As, merhaba bikoum fait la vidéo. Là, on sort la production écrite, on va voir un exemple de la rédaction d'un texte argumentatif. On va voir un texte en général, on va faire la raie idéale. Donc, le sujet que j'ai choisi pour vous, c'est l'adoption, le sujet ou le thème, c'est un thème dominant. اللي كينسمي نورمالمون لا نوفيل رياليست او شون فوالا دونك قبل ما نبداو ليكسبليكاسيون بغيتكم تخليو ليا لايك وما تنساوش لو بارطاج ديال هاد لا فيديو حيت بزاف ديال الناس غيكونوا محتاجينها دونك حاولوا انكم تبارطاجيو هاد الفيديو على نطاق واسع لتعم الاستفاده وما تنساوش انكم تزوروا لا باج انستغرام ديالي هادي وتخليو لي واحد ابوني تمايا سي بون دونك نبداو على بركه الله دونك اختاريت ليكم كوم سوجي دونك فوالا لو سوجي ديالنا Les ont à la l'adoption. Donc, l'adoption est l'ultime solution à laquelle recourent les couples stériles. Yani, dahira tabani, ya wahed dahira, li katchkel hal nihai, tqriban, li wazama, hal wahid li tibqa, kil tajolo, les couples azwaj stériles, l'aqim, yani, l'azwaj li mati wuldouch, pour combler un vide affectif. Li anna had l'azwaj hado li mati wuldouch, تيكون عندهم واحد الفراغ عاطفي من ناحيه الاطفال يعني تيديروا هاد لادوبسيون هذا باش يعمروا داك الفراغ اللي هو عاطفي تجاه الاطفال خصوصا الامهات بونسي فو دونك هذا سي لو سي لا كيسيون قالك بونسي فو كو سي كوبل اون ريزون قالك واش كتظنوا بان هاد الازواج اللي تيتبناو هاد الاطفال واش عندهم الحق دونفيزاجي لادوبسيون انهم يديروا هاد الظاهره ديال التبني ايد فو Pour ou contre l'adoption. Wesh ntouma ma ou la dot l'adoption. Très bien. Donc, je vais vous dire comme واحد le tableau. Had le tableau hada. Fi aham l'afkar li ghat nfena. C'est bon, wesh nktibou. Had le texte argumentatif. Voilà. Donc, voilà. Oul haja. Atet kon fad l'jdoual hada. L'mouayidin. L'mouayidin ouma les partisans. Donc, anna la thèse se tenue. Et ni nas. Les gens qui ont normalement واحد le point de vue. Les voix positives pour l'adoption. Il y a les personnes qui sont avec l'adoption. Maintenant, l'antithèse, il y a la guide autrefois, les gens qui sont contre l'adoption, je m'en suis Voilà. Donc, si par exemple, je suis pour l'adoption, je me remets les arguments. J'aime bien ce que c'est bien un texte argumentatif. Il faut d'abord le développement, ce que c'est que l'IA, ou des arguments les moins solides. Donc, premièrement, on peut dire pour les enfants, le droit de gagner une vie meilleure. Donc, pour les enfants, il faut Voilà, donc, مثلا ماتوا لهم العائلة ديالهم أو لهم في دار الأيتام أو الأطفال اللي تيكونوا في الزنقة ما عندهم لا مأوى لا والو دونك الدائرة ديال التبني هي راه مزيانة لهم باش يحسنوا من الظروف ديالهم أوفخيغ أون شونس دوغ يعني هاد لادوبسيون كتمنح واحد الفرصة من ذهب أو زونفون دافواغ أون فامي دونك هاد الوليدات هادو اللي ما عندهمش عائلة دونت إيلزون تيتي بخيفي العائلة اللي باغ اكزومبل يقدروا يكونوا محرومين منها دونك ملي كتجي واحد العائله كتربيهم فبالتالي هذا ربح بالنسبه لهم وحاجه مزيانه كومبلي ان فيد اي ايفيتي لا سوليتود دونك اشباع واحد الفراغ يعني العائله تيكون عندهم فراغ يعني ما تيكونش عندهم الوناسه في الدار دونك يعمروا دوك الفراغ في نفس الوقت يتجنبوا لا سوليتود لا سوليتود هي الوحده L'adoption a un rôle très efficace pour diminuer le pourcentage de l'abondance. Donc, l'adoption a un rôle fa'al annaha katkhfad lina min nisba dial takhalli ani l'atfal l'abondance. Voilà. Donc, l'antithèse, d'abord, on chauffe un naqid dial autroha. Chno, yqadra yqulu nas li dad l'adoption. Chno huma l'afkar ou la chno huma les arguments li yqadra. يقدموهم دونك لادوبسيون كري ان سيغتان كونفلي سونتيمونتال دونك هاد لادوبسيون بوغ هاد لي جون هادو راه كتخلق واحد النوع من انواع ديال الصراعات اللي كنقولو سونتيمونتال عاطفية شي لي زونفون سير كونيسي لوغ فامي الى عرفو من بعد العائلات ديالهم اي لوغ بارون دوريجين
خاصكم تعرفوا بان هاد لادوبسيون شي حاجه مزيانه، ولكن في نفس الوقت هذوك الوليدات اللي تنشدهم تربيوهم تكونوا حنا الاباء التانيين ديالهم، واحد النهار تيكبروا تيعرفونا بان ماشي حنا الاباء البيولوجيين ديالهم، فبالتالي هادشي تيخلق لهم واحد المشكل عاطفي كاين اللي كيتعقد كاين اللي هذا، علاش؟ حيت تيعرفك انت با ولا مو اللي ماشي من الصلب ديالو، تيعرفك باللي ماشي العائله الحقيقيه ديالو. ليتر اومان ني با افون، خصنا نعرفوا بان هاد الناس هادو ضد لادوبسيون، حيت تو سامبلومون تيقول لك بان البشر ولا اي انسان فهو ماشي للبيع، يعني انسان ما خصوش يتعطى، حيت كاين دابا هاد الناس ديال لادوبسيون شنو تيديروا؟ تجيب مثلا غالبا هادوك لي كوبل لي لاباس عليهم تيجيو عند عائله فقيره عندها البز كتير وكتقدم ليها واحد المبلغ مالي باش تغريها. هادشي اللي وقع نيت في القصه ديال اوشون. لا بيغ دو طون اي دارجون، خصنا نعرفوا بان هادوك العائلات عاوتاني اللي تيربيو الوليدات كيقدروا بارفوا يكونوا تيضيعوا وقتهم، بحال دابا دوك الوليدات كتشد انت ولد باقي صغير كتربيه كتهلا فيه، ملي تيكبر ما تيعقلش عليك، فبالتالي راك ضيعتي وقتك وحياتك معاه. اي دارجون، وعزيز عليها ملي كتجي كتربي هذاك الدري راك تخسر عليه فلوس فلوس، لانك تقريه وتوكلو وتشربو بحال ولدك، وربما غدا ولا بعدو يخلق لك دي بروبليم، وليكون هذا الولد هذا اون سورس ديال لي بروبليم. فوالا، دونك نشوف واحد ليكزومبل ديال لا ريداكسيون. دائما فاش كنبغي نكتب ان سوجي اللي هو كيف كنقولوا ان سوجي اللي هو ارغومونطاتيف، راه تيخصنا ضروري نكتبوا لانترودكسيون لو ديفلوبمون اي اونفان لا كونكلوزيون اللي هي هاتي. سي بون، دائما المقدمه ديالي فراه كنبدا تندير هنايا واحد ليسباس خاوي كنخليه في العرض، تنخلي واحد ليسباس هنا سي بون، ملي كنمشي لا كونكلوزيون كنخلي عاوتاني لو ميم اسباس هنا باش كندير لا ميزون باج صافي، وكتكون لا برودكسيون ديالي مقاده. دونك اولا غادي نبداو بواحد لانترودكسيون اللي هي هادي، وهاد لانترودكسيون تقدر ديرها خويا في اي سوجي صافي، اي سوجي ارغومونطاتيف اللي غايقول لك واش انت معاه ولا ضد ولا شنو كظن حول واحد الحاجه. سي بون، نقدروا هاد الجمل اللي غادي نقول تقولهم تكتبهم بصفه عامه في اي سوجي من غير لادوبسيون. Donc parmi les sujets les plus abordés, من بين المواضيع الأكثر يعني كيف ما تنقولوا جدلا أو مناقشة، l'adoption، نقدر هنا نغير l'adoption، un autre thème على حسب la production écrite qui occupe une large place، اللي كتشغل يعني هذا الموضوع كيشغل واحد المكانة كبيرة. il s'agit d'un phénomène social، نتوما غالبا تيعطوكم تهضروا على شي ظاهرة اجتماعية، فبالتالي هاد لا نوسيون اللي عندنا هنا كتعتبر ظاهرة اجتماعية بامتياز. sur lequel les avis se divergent et se partagent، اللي من خلالها الاراء تختلف وكتقسم، هاد الاراء كتختلف وكتقسم حسب ماذا؟ حسب لي بارتيزون اي لي ديتراكتور. شكون هما لي بارتيزون؟ هما المؤيدين، اي لي ديتراكتور هما المعارضين. رونفورس لور بوين دو فيو، دونك هاد المؤيدين والمعارضين لهاد الظاهره ديال لادوبسيون دونك تيدعموا الرأي ديالهم باغ دو نومبروز أرغيومون بعدة حجج. دونك يا غيزون، كنطرحو السؤال في الآخر، إذا شكون اللي عندو الحق؟ واش هاد لي بارتيزون؟ واش هاد لي ديتراكتور؟ تخي بيان، دونك أنا ملي غنمشي للعرض ديالي شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غادي نقول شنو قالو لي ديتراكتور وشنو قالو لي بارتيزون، ولي ديتراكتور المعارضين غنعطي لي زارغيومون لي يعني كدعم الأطروحة ديالهم، والمؤيدين ديال لادوبسيون غادي نقول الراي ديالهم، وفي نفس الوقت غادي نستند على لي زارغومون ديالهم صافي. دونك العرض غادي ندير فيه دو باراغراف، دونك كنقدر نبدا هاد الكلمات اللي درتهم بالزرق سو سون دي ليان لوجيك، هما واحد الروابط اللي كنقدروا نديروهم في اي ديفلوبمون. نقدر نجي نقول il va sans dire que، هاد il va sans dire que كتعني il est évident que، يعني من الواضح ان لادوبسيون، نقدر نعوض لادوبسيون ان اوتر تيم peut résoudre plusieurs problèmes، تقدر تعالج لينا بزاف ديال المشاكل، aussi bien pour les enfants adoptés، alors وهادشي خصوصا بالنسبه للاطفال اللي تيتم التبني ديالهم، que pour les familles d'adoption، وحتى بالنسبه للعائلات ديال التبني اللي كيتبناو، mais ces dernières ne peuvent jamais remplacer les familles d'origine. Donc هنا كنلاحظوا بان هذا الباراغراف هذا خاص بالناس كي سون كونتر لادوبسيون، قال لك باللي تيقولوا بان هاد العائلات سي ديغنيغ، يعني هاد العائلات اللي كيتبناو الاطفال، نو بوف جامي رومبلاسي، راه ما عمرهم يقدروا يعوضوا لي فامي دوريجين، راه ما يمكنش عائله اللي ربات
يعني تعوض العائله اللي ولدات، راه ما يمكنش. سونز اوبليي، وبلا ما نساو، دونك سونز اوبليي هي واحد الاكسبرسيون اللي نقدروا نستعملوها فاش نبغي نعطي عاوتاني ارغيومون اخر. دونك هذا سي لو دوزيام ارغيومون، لي تروبل بسيكولوجيك. خصنا نعرفوا بان هاد الاطفال هادو اللي كيكونوا عايشين غير مربيين، راه تيوقع لهم اضطرابات بسيكولوجيه في النفسيه ديالهم، دون ليكيل لي زونفون ادوبتي طومب كوم اون بروميير فيكتيم. يعني هاد الدراري اللي كيتم التبني ديالهم تيكونوا بحال الضحية، يعني مجرد ضحية. اونفان خصكم تعرفوا بان نقدر نستعمل انا دابور اونسويت اونفان ولا بروميييرمون دوزيامون ديرنييرمون. دونك هادو كيتسماو لي ليان لوجيك، ضروري تستعملوهم. بيرسون نو بو نيي كو، هاد بيرسون نو بو نيي كو كتعني حتى حد ما يقدر ينكر. لارجون اوسي امبورطون، بان المال ايضا راه هو مهم. مي إن نو بو جامي اشتي لو بونور، ولكن راه ما عمر بالمال نقدروا نشريو السعاده. يعني ما يمكنش انت تجي تربي واحد الطفل وتقول لي صافي راه انا لاباس عليا، ملي غنجيب هذاك الدري غنتهلا فيه ونعيشو في فيلا وهذا صافي، هذاك الدري غيعيش سعيد. لا، لان المال ما عمرو كان كافي، فوالا، والمال ما تيخلقش السعاده. هاد الوليدات هادو راه محتاجين الاباء البيولوجيين ديالهم. الوغ ندوزو للفقره الثانيه ديال الناس المؤيدين، وخصكم تقولوا بان هنا في الفقره اللي قبل ديال الناس اللي ضد لادوبسيون، راه كانوا كيعطيونا في لي زارغومون ديالهم لي زانكونفينيون ديال لادوبسيون، بحال كانوا كيعطيونا السلبيات. الوغ هاد الناس هادو لي بارتيزون، لي جون كي سون افيك لادوبسيون، غادي يقدموا لنا دي زارغومون اللي غيكونوا هما دي زافونتاج ديال لادوبسيون، يعني هادو غيعطيونا المزايا ديال ظاهره التبني. اون روفونش كنقدروا نبداو هاد الفقره هادي ديال لونتيتيز، دونك هادي هاد الفقره هادي خاصه بلونتيتيز، كنقدر نبدا بهاد اون روفونش، كنديرو بعد اون روفونش في الضفه المقابله او لا في المقابل، نقدروا نستعملو او كونتخيغ سوبوندون مالغري سي ديفيرز انكونفينيون، رغم هاد السلبيات العديده اللي كانوا تيقولوا المعارضين. لادوبسيون ا كيلكو بوان بوزيتيف، ولكن راه لادوبسيون عندها بعض النقاط الايجابيه، دونك هنا غادي نعطيو هاد النقاط الايجابيه سو فورم دي زارغومون، ولكن قبل غنستعملو واحد لي ليان لوجيك. دونك بروميييرمون ولا نقدر نستعمل دابور، دونك اولا تيقولوا بان الناس بلي لادوبسيون سي اون سوليسيون افيكاس، يعني هي حل فعال بوغ لي كوبل ستيريل، يعني بالنسبه للازواج اللي ما تيولدوش، بوغ كومبلي ان فيد افيكتيف، يعني كيديروا الدائره التبني باش يديروا الاشباع ولا يعمروا داك الفراغ العاطفي اللي عندهم تجاه الاطفال. كار ايلزون بوكو سوفير، لان غالبا العائلات اللي كيديروا الدائره ديال التبني كيكونوا ديجا عندهم دي سوفرونس في الماضي، تكون عندهم معاناه، وهذا الشيء كينقص لهم المعاناه ديالهم. اونسويت لادوبسيون ديمينيو، عاوتاني من الايجابيات ديال لادوبسيون، الناس اللي تيكونوا مع لادوبسيون تيقدروا يقولوا لنا بان بالفضل ديال لادوبسيون ديمينيو لو طو دي زورفلان، يعني بفضل ظاهره التبني تنقصوا من النسبه ديال اليتامى. لي زورفلان يعني هما الاطفال اللي ما عندهمش والديهم دون لا سوسيتي، اون لور دونون اون في ميور، يعني هاد الوليدات هادو اللي كيموتوا لهم والديهم، فاش كنجيو كنربيهم حنا في واحد العائله اخرى اللي ماشي العائله البيولوجيه ديالهم، على الاقل غادي نوفروا لهم واحد الحياه اللي هي احسن افيك لا فامي دادوبسيون، يعني مع العائله اللي كدير الظاهره ديال التبني. الوغ فينا هو الراي ديالك انت؟ واش انت مع لي بارتيزون، واش انت مع لي بارتيزون ولا مع لي ديتراكتور؟ كتجي لا كونكلوزيون ديالك، كتقدر تبدا بهاد بيرسونيلمون، كتقدر تبدا ايضا بور كونكلور اون غيز دو كونكلوزيون ولا اون سو كي مو كونسيرن، ومن بعد كتقول الراي ديالك. جوبت فورتمون بور لادوبسيون، يعني بحال بغيتي تقول لي هنايا جو سوي بور لادوبسيون، انا مع الدائره ديال التبني كوم ايتون ان روفوج، وهنا غتقول لنا علاش انت مع المؤيدين ديال لادوبسيون، لانها هي كتعتبر بحال شي ملجا كي بوغي ليبيغي لي زونفون، يعني بحال ملجا كيقدر يحرر لينا الاطفال، اي لي سوفي، واللي هي يعني واحد الملجا اللي غادي يعتق لينا هاد الاطفال دو لوبسكوريتي، من الظلام فيغ لا لوميير، نحو النور. يعني بحال كتقول لي بان بالفضل ديال لادوبسيون هاد الوليدات تكون الحياه ديالهم مظلمه، يعني كلها مشاكل ومعاناه، ومنين كتجي واحد العائله وكتربي هذوك الوليدات، فهاد الوليدات هادو يعني كتحسن الوضعيه ديالهم، تيعيشوا يعني النور في الحياه ديالهم، اي دو لا ميزير، وكتعتقهم ايضا من البؤس ومن الحزن فيغ لو بونور، وهاد الوليدات بالفضل ديال لادوبسيون فتيقدروا يعيشوا لو بونور ويعيشوا السعاده. دونك هنا غتسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى ان الشرح يكون الاعجاب ديالكم،
دونك الى بغيتو نبقى نحطو اشاك فوا دي سوجي دو برودكسيون اكريت ونشوفو اهم لي زيكسبرسيون لي يقدروا يساعدوكم في لا ريداكسيون. فبغيت هادشي تقولوا لي في لي كومونتير. دونك بروني سوان دو فو، جو فو سويت تري بون كوراج، اي ا لا بروشين فيديو ان شاء الله.